هاي، ضروري تنهارك تداوم مع شي صاحبك في الواتساب او للانستغرام او للفيسبوك، وصيفط لك شي احرف عجيبه غريبه بحال بي تي دبليو بي ار بي او لا جي كي وما فهمتيهمش. هاد الاحرف عندهم معاني في اللغه الانجليزيه اللي كيتسموا ابريفيشنز، اختصارات مكونه من احرف متعارف عليها بين الناس باش يوفروا على راسهم الوقت وحتى الطباعه. وفي عوض ما يكتبوا جمل طويله كيكتفيوا غير بديك اختصارات. فور اكزامبل حنا المغاربه في اللغه الفرنسيه في عوض ما نكتبوا صالي بهذه الطريقه كنكتبوا سلت، اولا في عوض ما تكتب ميرسي تكتب ميرسي بهذه الطريقه مختصره، ولكن حنا عارفين المعنى ديالها ومتفق عليها. باي ذا واي هذه الاختصارات ما كيتستعملوش في المقابلات الرسميه، اولا تكون غادي مع صاحبك وتقول ليه بي تي دبليو اولا تقول ليه جي كي، لا كيتستعملوا غير في التكستين يعني غير في الدردشه اولا الايميل. سو الا كنتي اول مره غتسمع بهم اولا كنتي كتشوفهم وما عارفش المعنى ديالهم، this video is for you. تبع معايا حتى الاخر وغتفهم. نبداو باول اختصار اللي هو بي ار اس اللي كيعني بي رايت سون، ساعود قريبا. غالبا كنستعملوا هاد الاختصار فاش كنكونوا مثلا كندويو مع شي شخص في شي موضوع مهم وكنتفكروا شي حاجه اولا كيعيط لينا شي واحد مثلا الام ديالك، وباش تحافظ الاهميه داك الموضوع كتقول للصديق ديالك بي ار اس، وكيفهم تلقائيا بلاك غتمشي تقضي شي غرض وغتعاود ترجع تكمل معاه في داك الموضوع وكتخلي اهميه لذاك الموضوع اللي كدوي فيه. كاين جوج اختصارات عندهم نفس المعنى ديال بي ار اس اللي هما بي ار بي اللي كتعني بي رايت باك، وكاينه بي ار ال اللي كتعني بي رايت ليتر ساعود لاحقا. هاد ثلاثه عندهم نفس الاستعمال اللي قلت لكم الاول. سو ندوزو الرابع اختصار. فور اكزامبل شي واحد صيفط لك بي ار اس اللي قلت لكم قبيله ساعود قريبا، وباش تبان انت محترف في اللغه الانجليزيه اولا على درايه بهاد الاختصارات عندك جوج اختيارات. يا اما تقول لي تي واي تي اللي كتعني تيك يور تايم خذ وقتك اولا خذ راحتك بالدارجه ديالنا، اولا يمكن لك تقول لي تي تي واي ال اللي كتعني توك تو يو ليتر ساتحدث معك لاحقا. غالبا هاد توك تو يو ليتر كنستعملوها فاش كنبغيو ننهيو شي محادثه. سو ندوزو للسادس اختصار اللي هو بي تي دبليو اللي كتعني باي ذا واي بالمناسبه او على فكره. غالبا كنستعملو هاد باي ذا واي فاش كنبغيو نزيدو شي فكره اولا شي معلومه خارجه عن الموضوع اللي كنا كندوو فيه. فور اكزامبل دونت فورغيت سبسكرايب لايك اند شير ذيس فيديو ويذ يور فريندز. قلت بالمناسبه ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على زر الإعجاب وتبارطاجي الفيديو مع صحابك. اش باغي كتسنى؟ يلا دير لايك دابا صاحبي. anyway يمكن لك تستعمل باي ذا واي فاش تبغي تجامل شي واحد وتقول ليه باي ذا واي يور سمايل از فيري كيوت، الضحكة ديالك زوينة بزاف. سو ندوز للسابع اختصار اللي هو اي ام يو اللي كتعني اي ميس يو وحشتك. هادي عندها بزاف ديال الاستعمالات وكل مرة فاش كنستعملوها انتم عارفين. ندوزو الاختصار الموالي اللي هو تي سي اللي كتعني تيك اعتني بنفسك اولا بالدارجه المغربيه تهلا في راسك. مثلا انت كنتي مسافر قلت لك الوالده تيك كير يعني اللي هي تهلا في راسك، وديك تهلا في راسك فيها بزاف ديال المعاني بحال الله يبعد لك ولاد حرام وزيد وزيد. ندوزو الاختصار ما قبل الاخير اللي هو دبليو واي دي اللي كتعني وات ار يو دوين اللي هي ماذا تفعل، وبقى اخر اختصار اللي هو تي واي اللي كتعني ثانك يو شكرا. خليت يلا خرا باش نقول لكم ثانك يو فور واتشين اند سي يو نيكست ويك. باي ذا واي الى عجبك الفيديو اقل حاجه ديرها هي لايك الفيديو وتعليق يكون زوين. وحاجه اخرى راه كاين الجزء الثاني ديال هذا الدرس حيت كاين بزاف ديال الاختصارات وانا حاولت غير نجمع داك الشيء اللي مهم اولا كيتستعملوا بزاف وباش ما يكونش الفيديو طويل بزاف قلت نقسمو جزئين. لهذا الا ما كنتيش مشترك في القناه ومفعل الجرس هذه الفرصه. السلام. Have a nice day.